بيكم اعزائي طلبه بربوان في حلقه جديده في ساينس بالانجلش تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم زي ما اتفقنا وي ار ستيل ان يونت 1 اتكلمنا على اول لسن اللي هو الكيميكال كومباينيشن واتفقنا وقلنا ان عندنا كيميكال بوندز واتكلمنا على التو تايبس اوف كيميكال بوندز ويتش ار الايونيك والكوفالنت بونز وعرفنا الفرق او الدفرنس بتوين بوث تايبس النهارده هنكمل مع بعض كلامنا على الكيميكال بوندنج سبيسيفيكلي التايبس Types of Covalent Bonds. يلا بينا نبدأ الحلقة. أوكي يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. طيب إحنا وقفنا إن إحنا قلنا إن عندي تو Types of Bonds الآيونيك والكوفالنت بوند. طيب دلوقتي بقى النهارده هنتكلم على الـ Types of Covalent Bonds. يعني there are subtypes لل covalent bonds طيب what are these subtypes أول حاجة عندي single covalent bond تاني واحد عندي double covalent bond وتالت واحد عندي triple covalent bond يبقى أجان أنا عندي ionic و covalent خلاص اتكلمنا على ال ionic خلصنا وقلنا ال covalent bonds اتكلمنا عليهم generally دلوقتي عرفنا ان 3 types also are covalent bonds single covalent, double covalent, tri triple covalent. طيب نتكلم على أول واحد which is the single bond. طيب إيه هو السنجل single bonding ده؟ It's a chemical bond which arises between two non-metals. Still إحنا عارفين إن إحنا في الcovalent bonding أصلا ما عنديش metals. They are two non-metals. طيب as each atom shares the other atom with one electron. هي دي الكي بتاعتك. الكترون يعني عندي اتنين نون ميتلز كل نون ميتل فيهم بيعمل sharing with 1 الكترون طيب it is represented by one line that joins the two atoms يعني هيبقى شكله كده one line بصوا كده اهو عندي two non metals hydrogen و hydrogen الاتنين اهو atom of hydrogen و another atom of hydrogen كل واحدة فيهم عاملة sharing بكم electron واحد إلكترون. طيب. هذا Which type? It's a single covalent bond. خلاص بنعمله representing using a line. هتلاقوا one line كده في النص. ماسك أو bonding between the two hydrogen atoms. طيب. تعالوا نبص على examples للsingle covalent bond. Formation of a hydrogen molecule. خد بالك مش بيقول لك hydrogen atom بس it's a hydrogen molecule كاملة. طيب. إحنا عارفين إن الموليكول أوف هيدروجين is formed of two atoms. الاتنين atoms are hydrogen. طيب، تعالوا نبص على كل أتم فيها. آدي أول هيدروجين أتم، أهي، آدي النيوكليس بتاعتها، وآدي الهيدروجين أتم عندها just one electron. بصوا كده، أهو one. طيب، جبت another hydrogen atom، أهو، برضو النيوكليس وهنا عندي just one electron. طيب، إيه اللي بيحصل؟ الاتنين بيعملوا مع بعض شيرنج كل واحدة هتعمل شيرنج بالالكترون اللي عندها بصوا كده ييجوا التو اتمز دول يعملوا كوفالنت بوندنج يخشوا في بعض كل واحدة هتعمل شيرنج بالالكترون بتاعتها بصوا كده اهي شايفين الريد سيركل دي ذس وان ريبريزنتس ذا الكترون هنا الالكترون خلاص ما بقاش على الهيدروجين اتم دي لوحدها لا ده بقى شيرت في النص كل واحده عاملة شيرنج بإلكترون للتانية بصوا كده that's why we merge the two circles كده the two circles representing the two atoms أهو بصوا كده كل واحدة عاملة شيرنج ب one إلكترون. عشان كده this is a single covalent bond كل واحدة عملت شير بكام ب one in total بقى عندي two electrons وزي ما اتفقنا احنا عارفين ان الهيدروجين is an exception خلاص خلاص كده، it completed its outermost energy level وبقى عنده 2، ده الوحيد اللي كان exception، ما كانش بنعمل له saturation with 8 electrons، only 2 electrons. خلاص؟ دي أول example اللي هي Formation of a hydrogen molecule. A hydrogen molecule which is formed between 2 hydrogen atoms covalently bonded together. طيب، أهو، each hydrogen atom shares with one electron to complete its outermost shell or its outermost energy level with two electrons to become more stable خلاص؟ طيب بصوا دلوقتي this is a formation of a water molecule H2O مية طيب يعني هي معمولة من كم أتم in general؟ three atoms العدد ثلاثة two hydrogens و one oxygen atom. طيب تعالوا نبص على كل واحد. اهو. إحنا عارفين إن الهيدروجين أتمز they have one electron. اهي. one electron و one electron. طيب تعالوا نبص على الأكسجين. بنعد انهي واحدة اللي موجودة في the outermost energy level آخر واحدة. اهو. one two three four five six. الأكسجين عنده six. طيب. بصوا هنا بقى في الواتر موليكيول هنلاقي أن الهيدروجين أهو this is a hydrogen atom this is a hydrogen atom واللي في النص دي الأكسجين the three of them they form the water molecule عشان إحنا قلنا water molecule معمولة من one oxygen atom and two hydrogen atoms طيب لو بصينا هنلاقي أن كل hydrogen atom عاملة sharing بone electron بصوا كده أهو Which is the red circle. This is the electron shared by the hydrogen. الناحية التانية أهو، this red circle is another electron which is shared by this hydrogen atom. طيب نبص على الأكسجين بقى، هنلاقي إن الأكسجين عامل sharing with two electrons. أهو، آدي واحدة اللي هي this blue circle، وthe the other one is the blue circle برضو يبقى هنا الأكسجين عامل sharing ب two electrons. with the first hydrogen atom والتانية مع مع تاني hydrogen atom طيب أتأكد إزاي إن أنا صح if you look you will find that the three of them now are stable التلاتة عندهم 8 electrons in their outermost energy level طيب بصوا كده تعالوا نعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى ده معناه ان الاكسجين ستيبل اه الاكسجين بقى عنده 8 خلاص كان عنده 6 في الأول و it gained 2 electrons أو مش هينفع نقول هنا gaining هنقول أنه بسبب sharing it now has 8 electrons. ولو بصينا على كل هيدروجين هنلاقي أن هي عندها 2 electrons وإحنا عارفين أن الهيدروجين is an exception و it is filled only with 2 electrons. خلاص يبقى this is still an example of a single covalent bond. طيب. يبقى an oxygen atom it shares with two electrons while each hydrogen atom shares with one electron to complete the outermost energy level. الـ hydrogen atoms عملوا sharing with one electron, والأكسيجين atoms عملوا sharing with two electrons. طيب، يبقى إحنا كده اتكلمنا على أول subtype من الـ covalent bonding اللي إحنا بنقول عليه الـ single covalent bond اللي بيحصل فيه sharing with one electron only. طيب ال second subtype double covalent bond. أهو it's a chemical bond which arises between two non metals where each atom shares the other atom with two electrons. ال بتاعتك هنا two electrons. كل non metal هتعمل sharing باتنين electrons مش واحدة. It is represented by two lines. بصوا كده مش زي Single Bond Line واحد لأ it's a Double Covalent Bond فساعتها بنعمل Presentation using two lines أهو خلاص يبقى ال Difference إنه Single one electron ال Double two electrons طيب ناخد Example أهو Oxygen Atom و Oxygen Atom تانية زي ما احنا عارفين اتم واتم هيعملوا لي مولكيول الاثنين سيميلر اتمز اكسجين واكسجين يبقى التو اكسجين اتمز دي ويل برديوس ايه اكسجين مولكيول طيب تعالوا نبص اهو كل واحده كان عندها كام 6 1 2 3 4 5 6 وتاني اتم برده عندها 6 طيب لما الاثنين هيعملوا كيميكال بوندنج كوفالنت بوندنج كل اكسجين اتوم منهم هتعمل شيرنج بكام ب2 مش هي فاضل لها 2 الكترونز وتبقى 8 اهو بصوا كده على اول اكسجين اتوم هتعمل شيرنج ب2 طيب والاذر اكسجين اتوم هتعمل شيرنج ب2 يعني توتال هنا عندي كام 4 الكترونز ار شيرد 2 من اول اكسجين اتوم و2 من ثاني اكسجين اتوم طيب اتاكد ازاي ان انا صح عايزاك تعد اتوم كل اتوم لوحده طيب هتكلم على اول اكسجين اتم لازم يطلع عندي كام الكترون 8 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص يبقى انا كده صح طيب اتاكد من الاذر اتم برضو لو عديت الاذر اكسجين اتم برضو هتلاقيها عندها 8 يبقى انت كده صح حصل كوفالنت بوند بين ذا تو اكسجين اتمز they formed an oxygen molecule اللي بقت خلاص stable عندها 8 electrons in the outermost energy level خلاص this was an example for double covalent طيب يبقى again each oxygen shares with two electrons that's why it's a double covalent bond why to complete the outermost energy level with 8 electrons in order to become stable وقلنا إن لازم عشان يبقوا stable يبقى عندهم 8 electrons in the outermost energy level ok طيب again احنا في الكوفيلنت bond اتكلمنا على السنجل والدبل تالت واحد عندي هو triple covalent bonding اهو it's a chemical bond which arises between two non-metals again احنا في الكوفيلنت bonding ما عنديش غير non-metals طيب each atom shares the other atom with three electrons شايفين الدفرنسز؟ السنجل بيعمل شيرنج بـ 1 آتم الدبل بيعمل شيرنج بـ 2 آتم التريبل من اسمه تريبل بيعمل شيرنج بـ 3 إلكترون it is represented by 3 lines joining the 2 atoms بصوا كده أهو أول ما تشوف 3 تعرف أن this type is a triple covalent bond طيب ناخد اكزامبل على التريبل كوفيلنت بوندنج عندي نيتروجين اتم ونيتروجين اتم ال two nitrogen atoms atom. when they combine when they do a chemical bonding هيطلعوا لي في الاخر نيتروجين موليكيول طيب تعالوا نشوف النيتروجين عندها 1 2 3 4 5 يعني هتعمل شيرنج with 3 عشان هي عايزه توصل تبقى 8. طيب تعالوا نبص كده ايه اللي حصل لما عملوا كيميكال كوفالنت بوندنج؟ اهو كل واحده منهم عملت شيرنج وذ 3 يعني المفروض نشوف في الشيرد الكترونز هنا 6. 1 2 3 4 5 6 صح؟ طيب اتاكد ازاي ان انا صح؟ اتفقنا أن كل نيتروجين أتم لو بصيت لها لوحدها لازم يبقى عندها 8 إلكترونز in the outermost energy level طيب تعالوا نعد واحدة منهم أهو اتفقنا أن هنا في شيرد 6 ثلاثة جايين من أول أتم و جايين من the other اتم يبقى هنا 6, 7, 8 خدوا بالكم محدش يعد الإلكترون اللي جوه إحنا بنتكلم على الاوتر outermost energy level اللي في الآخر فما حدش يتلخبط ويبص على النيوكليس او يبص على الانرجي ليفل ده لا انت دايما بتبص على اخر سيركل اخر انرجي ليفل هتلاقيهم بقوا 8 الكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل 8 و8 خلاص سو بيسيكلي ذس واز ان اكزامبل اوف ا تريبل كوفالنت بوند سو Each nitrogen atom, it shares with 3 electrons to complete its outermost energy level with 8 electrons هدفهم في الاخر يبقى عندهم 8 electrons in their outermost energy level so they can become stable طيب تعالوا نشوف الفيديو ده الفيديو ده من بنك المعرفة موضح لك جدا the types of covalent bond اللي احنا تكلمنا عليه whether they are single, double or triple Covalent bond is defined as the bond formed due to the interaction between two non metal atoms, which involves the sharing of one or more electrons to complete the outer energy level of each atom. Covalent bonds may occur between two similar non metal atoms, such as the hydrogen molecule, or between two different non metal atoms, such as the water molecule. There are three types of covalent bonds single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Click on the tabs to know more about each type. Single covalent bonds occur when two non metal atoms share one of their valence electrons with the other to complete the outer energy level of each atom. Let us see an example on the covalent bonding between two similar nonmetal atoms, such as the fluorine molecule, where the fluorine atom has seven electrons in its outermost energy level. So it needs only one electron to complete its outermost shell with 8 electrons, to form a fluorine molecule. Or between two different non-metal atoms such as the hydrogen chloride molecule where the hydrogen atom needs one electron to complete its outermost energy shell with two electrons and the chlorine atom needs one electron to complete its outermost energy shell with eight electrons to form the hydrogen chloride molecule. Double covalent bonds occur when two nonmetal atoms share two of their valence electrons with each other to complete the outer energy level of each atom let us see an example on the covalent bonding between two similar non-metal atoms such as the oxygen molecule the oxygen atom has six electrons in its outermost energy level so it needs two electrons to complete its outermost shell with eight electrons to form an oxygen molecule triple covalent bonds Occur when three non metal atoms share three of their valence electrons with the other to complete the outer energy level of each atom. Let us see an example on the covalent bonding between two similar non metal atoms, such as the nitrogen molecule. The nitrogen atom has five electrons in its outermost energy level, so it needs three electrons to complete its outermost shell with eight electrons. to form a nitrogen molecule. يبقى زي ما شفنا في الفيديو كان بيتكلم على ال three types of covalent bond ال single, double and triple covalent bond وكان بيقولك ال definition وبيديك examples to show you more how these bonds are formed تعالوا نعمل مع بعض ال give reason on the board أوكي okay, يلا نعمل الـ give reason مع بعض give reason question طيب give reason the covalent bond produces element molecules لي لي ممكن الكووالنت بونس يعملوا لي element molecules قلنا because it arises between two atoms of a non-metallic element طيب زي إيه عندي example لو عندي اثنين نيتروجين أتمس if they both do a covalent bond هيعملولي nitrogen molecule. Still, it's an element, it's not a different thing, it's not a compound. Still, هو nitrogen. ف this means it can form an element molecule. طيب, another give reason. The covalent bond produces compounds. زي ما الكوvalent bond يقدر يعمل element products, ممكن يعمل لي compounds. ازاي؟ Because it arises between two atoms for two non-metallic elements. طيب، this means إن الـ covalent bonds تقدر تعمل لي في الآخر elements or compounds، عكس مين؟ عكس الـ ionic. إحنا اتفقنا إن الـ ionic compounds they always give you بس products بتكون compounds، they never give you elements، لازم تكون compounds، حاجة مختلفة، خلاص؟ لكن الـ بوندز bonds can produce elements or compounds. دلوقتي تعالوا نعمل كومباريزن بتوين الايونيك بوند والكوفالنت بوند طيب يلا نبدا الكومباريزن عندي الايونيك بوند اول حاجه بيحصل او ات ارايزز بتوين ا ميتال ونون ميتال لازم يكون عندك ميتال ونون ميتال طيب اون ذا اذر هاند او اون ذا اذر سايد في الكوفالنت بوندز بيكون عندي تو نون متل يبقى ده اول ديفرنس الايونيك ionic metal و non-metal، نون covalent to non-metals. Next، الايونيك ionic bond is formed by losing and gaining of electrons. المتل بيعمل losing electron while the non-metal gains the electron. طيب، الـ covalent bond بقى، it is formed by sharing. قلنا هنا مفيش losing ولا gaining. الكي keyword بتاعتك هنا is sharing electrons ممكن يكون pair of electrons أو more than one pair طيب next has one type تكلمنا على one type اللي هو ال ionic bond لكن ال covalent bonds we said they have three types single double or triple covalent تكلمنا على كل واحدة بالتفصيل produces compounds only زي ما اتفقنا قلنا ال ionic bonds they just form compounds at the end However, the covalent bonds they produce elements or compounds. They can produce both. ممكن يطلع لك element or ممكن compound. So basically, this table is really good. من summary كده the الفرق between the ionic bond and the covalent bond. Okay, AKB questions, Question one: Complete the following. طيب, the first question, the bond in Sodium Chloride is, what? الـ Sodium Chloride ده معمول من ايه؟ Sodium و Chlorine Atom Positive و Negative يبقى طبيعي هيكون ده Ionic Bond While the bonds in water molecule إحنا عارفين إن الـ Water Molecule it's a non-metal So it's going to be a covalent bond. طيب question اللي بعده: the type of bond is؟ أبص على السؤال طيب بيوريك هنا figure وبيقول لك the type of bond whether it's an ionic or a covalent. من غير كده ما أفكر شفت هنا positive 2 وشفت negative 2، شفت positive ion وشفت negative ion، يبقى definitely this is an ionic bond. لأنه حصل هنا losing and gaining electrons this atom it lost an electron مش electron واحدة two basically عشان هنا عندي positive two while the other atom it gained these two electrons so it developed to be negative two أو it's negative ion now خلاص so this type is an ionic bond طيب next EKB برضو matching question أول حاجة عندي oxygen molecule طيب what do you think about the oxygen molecule is it a noble gas لا a compound that has ionic bond لا it's an oxygen molecule ده مش compound it's an element طيب so oxygen molecule الحاجة الوحيدة اللي ينفع أعمل لها matching هنا is double covalent molecule يعني ايه يعني oxygen atom ماسكه في أكسجين اتم وذ ا كوفالنت بوند سبيسيفيكلي دبل كوفالنت بوند طيب نيكست نيون لو تفتكروا نيون ده كان ايه ده كان اكزامبل اوف ا نوبل غاز عشان افكركم عندي مين تاني نوبل غازز هيليوم عندي نيون وعندي ارجن ذيز ار اكزامبلز اوف نوبل غازز طيب اخر واحد صوديوم كلوريد تيبل سولت عارفين الملح اللي عندنا في البيت الملح ده از ذا صوديوم كلورايد هو ده الكومباوند الكيميكال فورميلا بتاعته صوديوم كلورايد طيب ات از بيسيكلي ا كومباوند ذات هاز ان ايونيك بوند اهو الصوديوم اتم ماسكه الكلورين اتم بايونيك بوندز بوزيتيف ونيجاتيف مسكوا في بعض عملوا لي ايونيك بوند سو ذس از ا كومباوند طيب، more EKB questions complete the following a bond resulting from the electric attraction between a positive and a negative ion مين البوند اللي بيتعمل between a positive and a negative ion أكيد إحنا عارفين إنه these are the ionic bonds هي دي اللي تتعمل between positive و negative ions Type number two, an atom that lost an electron or more during the chemical reaction. The atom that is losing electron, it turns into a positive ion. Why? The protons are more than electrons. Type. Last question. عندنا. They have lustre. They are good conductors of heat and electricity. They are malleable or ductile, and they contain one, two, or three electrons in their outer shells. تفتكروا مين دول definitely these are metals خلاص ودي كانت حلقة النهاردة كملنا ال chemical combination part 2 اتكلمنا على ال types of bonds اللي هم الـ ionic covalent قلنا ان ال ممكن يكون عنده Subtypes which are single double and triple bonds اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة المرة الجايه